رجعنا من جديد في سبور ميكس اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم نحكيو كوره ما حكيناش كوره بالكل اليوم في الحصه كنا على ازمه ومشاكل التحكيم نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب غدوه مقابلته ضد منتخب جزر القمم التشكيله نتاع المنتخب بدات تتوضح باش يكون فيها مميش في الكاج على اليمين باش يكون موجود رائد بوشنيبا على اليسار الاقرب محمد امين بن حميده باش يكون اساسي رغم اني مازال كيلتحق بالتشكيله والقائمه نتاع المنتخب في اللاكس الثنائي ياسين مريح منتصر الطالبي فرجاني سيسيا او عيسى العيدوني الياس الصخيري ومحمد علي برمضان ثلاثي وسط الميدان عيسى العيدوني الياس الصخيري وكذلك محمد علي برمضان القدام على اليمين حمزه رفيعه على اليسار باش يكون يوسف المساكني وقلب الهجوم سيف الدين الجزيري هو بش الاوفر حظا باش يكون اساسي بعد اصابه علي يوسف خلينا من عندك قراءه في التشكيله هذه سيدي نشوف التشكيله هي اللي معناتها حاليا معناتها هي اللي تقدر معناتها ثلاثة نقاط مهمين جدا في مباراة غدوة إن شاء الله ونتمنى التوفيق، فما حاجة نحب نحكي عليها إذا أمكن هو كي توق قاعدين نحكيو فما جماعة معانا ناجي الجويني فما جماعة كان جاي كان جاي كان جاي كان مثلا يحطوا يحطوا سي مختار فما جماعة مشونيو ضد سي مختار اللي أنا مستغرب منه البوليميك اللي صارت لمدرب المنتخب حبه من حبه وكان هاني جايك عاد اصبر شوي كيفاش استدعى بن حميده هل يا ترى انا عندي سؤال ليكم يا سيدي بن حميده باش يخسرني غدوه وانا فوزي بنزرتي نعيط له هي اختيارات تناقش شوف فما ما حاجات ما هم... فما... يا سبحان الله ينجم يكون شوار غلط ما... هاني معاك نحن نناقشوا في الاشوار هاني معاك هاني معاك باه سيبو دبوس هدايا في المحكمة يرافع ويحكي على القوانين نجم نناقشوا أنا مش ستان واحد من حقي زاد نناقشوا تعطي رأيك فيه. ما نحكيش رأي في حاجة ما نعرفهاش لا تعطي رأيك لا ع... لا, لا سامحني توا مسألة الحرية حرية التعبير والكل يا ديني ميت اون دوا ريسبكتي لي بالمنطقة بالمنطق اللي تحكي به نحن نسكر ونروح ما عادش ولا حتى حاجه معناها دونك هذا موضوع للنقاش نتناقشوا فيه انت موافق من اللاعب يتسب؟ ايه بالطبيعه السب لا متفاهمين فيه هذا متفاهمين فيه صحي انت موافق المدرب يتسب؟ انا مانيش نحكي على النقاش انت مش حكايه موافق سيريا. ها مش حكايه موافق فما مهن انت تختارهم يجيبوا لك السبان للاسف ويلزمك تتعامل مع الوضع هذا أنا انا معاك راه في امين بن حميد راه الاحق والاجدر باش يعيط له ليكيب ناسيونال عشان نكمل علاش دخلت في الموضوع انا انا خايف غدوه في الماتش بعض الناس ما نقولش الكل يسبوا الملاعبي بربي هالملاعبي يلعب في التيران ايش تحبوا يعطيك وانت تسب فيه كان جاي الجمهور هذا هذا ايه انا معقوله معقوله هذا سيتان تعطي رايك تقول هدايا اما لا وقت اللي يهبط التراب يلزمنا ناخذه مع لعبي اللي يسميه المدرب لانه انا عندي فلسفتي انا وهذا هو صحيح ما فماش مدرب يعيط لملاعبي باش يخسروا المدرب يعيط لملاعبي باش يعطي اضافه لا نحب وهي وهو توما بن حميده يلي لو يعني وكان جاي اسمه ب ب علي ب ب ب ايش نعمل وقتها إذا عدي العابدي مصاب ولاخر مصاب ولاخر دار شويه نقعد بلاش شرير وآولا وثانيا يلعب في نادي كبير الي كابيتان دي كيف في الاسبيران ولعب في المنتخب هي ما حكينا فيه شويه البارح في فتره شك حتى في الترجي برشا جماهير ما فهمت نادي انه ياخذ التشكيل من التشكيله الأساسية كاردوز واخر مقابله اعتمد على ايمن بن محمد في بلاصته شفنا الخطا الكبير إيش لحظه لحظه خليني نكمل سؤالي وبعد جاوبني قل لي ايش بيه الخطا اللي عمله في مقابله الملعب التونسي مستواه كان متواضع لهنا حتى باش نعيطوا له الفتره هذه ماهوش في احسن حالاته وكيف ب... ب... بن حميدة. يعمل لي فور وتشوفه ساعة ونص هو في في البرتيجوس ولا حد على المستوى <applause> طيب ويرفع عن سونطراج ولا فان سانتر يحطها براسه ويمركي <applause> شبينا ما نحكيوش عليها هذيك نحكيو على غلط عملها ملاعبي تي بيكن باور غلط بيكن باور وما ادري كان بيكن باور ما نعقبوش اللاعب بالمنطق هذا عندنا محمد بن محمد يلعب في, في الجمعيه اكس في بلاصه الفلانيه نعيطوا له كيف كيف ينجم يعمل السونتراج اللي تحكي عليه معناها نجموا <applause> <الليشي> نجيبوا <applause> المنطق هذا معناها سيري ذا معناها نحن نحكيوا على البيرفورمانس توا <applause> 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 الملاعب شكون يستحق توا يكون موجود في المنتخب ما هوش ما نسالوش سؤال اخر انا فما فما سمعتك يا سيدا سامحني خليك انا نكمل انا نكمل على حاجه سيبوا الملاعبيه تنعم ما تسبش. هن... يعني ايوه هذا هو هذا هو هذا هو اللي نحب نوصل له. لا الاخر، حست... أخر سؤال عندي سؤال من نوع اخر، انا راني مع بن حميده على طول باش نفسر فما لاعبين يتخلقوا في الدنيا هذه في الكوره. اللي يبدا اللي يكمل, يكمل اللي يبدا مكروه ما هو ستابل في الرونتمون تاعو. برشا ولا الاسماء برشا من نبيل كوكي كان سمير سمير. <applause> باش أه أه <applause> يبدا لك بالكلو من اس اسمو زعلاني شكري خليل صحيت يبدا ستابل راه ويبدا معناتها ويعدي كاريرو اما تسيي تكره تحسه لكن لازم ما لازم اللي لا هذايا لعب بطولة عربية كبيرة وكان في المنتخب و... وحاجة سؤال لازم يتسل يا اخ ساعة ما حق فو بزر... فوز بزر, بزر... يعيط لي اللي يحب صحيت ومن بعد يتحاسب اثنين اثنين في العالم ناقصين لي جوش

تنجم تقول لي زاد راهو لازم العباد تفهم مانيش قاعدين نستغربوا كي نشوفوا في اللاعبين تنجح في المانيا تنجح في اللوتريش وتنجح في فرنسا يخلطوا الهونية يلقاو مشكل راهو ما تنساوش اللي نلعبوا مع ايكيب بلدان افريقيه تنقلات بالسته وسبع سوايع فما لاعبين ما تقلمش انا كي جيت في بلاصتي في وزارتي ناخذ نفس الشوا هذا اللي تحكي لي عليه نجم يكون ممتاز لكن انا عندي واحد كومبيتيتيف جنبي قائد فريق في جمعيه كبيره صحيح. بجنبي مم. نمشي الحل السهل اولا فما حاجه اخرى راهو الحكايه اللي صارت على الليست فما قانون راه راه قبل بخمسة عشر يوم لازم تحضر لا بيعفينهم بيعفينهم بري هذا بيع موجود موجود, موجود, دي موجود, الأسهل بري أنا اسهل اللي باش يكون عندي ونستحقه خاصه البوست هذيك باش يلعب تيتولير مم. مش جايبو دوزيام شوا فهمت بوعد. مش جايبو باش يكون روبلاسون تاع واحد مضروب نجم نقول حليت لي باب السؤال اخر باش بالله ما ترجع عليه لهنا انت تجيب لاعب معوف وحسب اخر الاخبار نقولوا مش رسمي باش يكون اساسي قبل الريال اللي عيط له من اللي هو حسين بن علي كيفاش تفسرها هذه؟ انا نفسرها انه لا مجال للمقارنه بين الفيكو سعد بن حميدة والملاعب وحسام بن علي دونك مفروض دونك مفروض تعيط لبن حميده خم... يكون هو الثاني من الاول نكون... ما تعيطش حسام بن نكون... علي باش بح... بح... باش يبدا منطقي الاختيارات آه... نتاعك راهو انت زاد كونفوكاسيون ليكيب ناسيونال راهي فيها اعتبارات مش حتى كان الامكانيات الفنيه زاد مدى تاقلم الملاعب مع المجموعه صح. بن حميده باش يلقى ملاعبيه الترجي السابقين باش يلقى الملاعبيه الحاليين في الترجي التونسي حاجة اخرى دونك عيط له هو قبل بن علي من الاول بن حميده الاجدر والاحق باش يكون اساسي حتى في ماتش اليوم ما بش نقول لك علاش تشوف فارق كبير بين الاداء بن حميده مع الترجي هذه التونسي ومع المنتخب الوطني تعرف علاش؟ فما زوز اضروا بن حميده اللي اللاعب عنده امكانيات وورى ذلك اخي كيفاش انسان يتحول من لاعب باهي لاعب ما يعرفش يلعب كوره اللي ضر ترى بن حميده هو فئه كبيره من جمهور الترجي هذه التونسي التي ولا احترفت التي احترفت نقول نقول احترفت شب... شتم وثلب كل ملاعبيه اولاد النادي <applause> كل ما هذا صار مع سامح حدربي صار مع خليل شمام صار حتى مع نجوم تاع احمد أحمد ايه؟ نوادي الكبرى كل لا من لا لا ايه؟ الكبرى ايه؟ عندهم الفئه هذه نحكي بريسيزامون على فئه انا ما نعممش نقول جمهور الترجي كل فئه من جمهور الترجي نوادي الكبرى عندهم الفئه هذه اللي يكون الاولاد النادي في الترجي في النجم في صفاقس تلقاهم ايه؟ يسبوه اه حاجه اخرى التوظيف نتاع كاردوز وبن حميد اش ما حميده كان ملاعبي يقول بعد تو دنكولا مع شرف يعرف يعرف يلعب الكره لانه انت وقت تعطي الملاعبي معناتها حاجه اكثر من حجم ولا ادوار تتجاوزوا لازم يكون خارق على العاده باش يعملها سي نورمال انت باش تحطوا راس راس مع الجمهور بن حميده على المستوى الدفاعي من احسن ملاعبيه تزيد تزيدوا انت دور هجومي وتعطيه الكلوار كامل قلت هنا كي هو كي بوشني قاعد يظلم فيه المدرب ما تعطيش الكلوار كامل وتقول له تفضل امرح في وحدك يلزم اللاعب يكون عنده كما قلت انا يكون مهاري يكون قوي في الان كونتر ان اه سونترا بالمليمتر هذاك باش ينجم ينجح اما بن حميد لعب مع طارق ثابت بالكدا خاطر طارق ثابت الزموا بادوار دفاعيه وكان في اغلب الاحيان ساعات يولي تروازيام اكسيا كانت تفكروا في الماتش فات نعملوا هذاك علاش قلت لك الفرق بين اداء في المنتخب وتو كان لعب تيتولار باش يقدم اداء راقي وزيد على ذلك بن حميد عنده الخبره الافريقيه الراجل لاعب جي معناتها جي 80 و 90 ماتش في 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 افريقيا مع الدرجه هذه التونسي سي نورمال باش تكون الاولويه انه يكون اساسي في المنتخب اليوم واكثر حاجه ذرت وزاد انتباهه للدرجه هذه التونسي انتقادات اللي لاحقت فوزي البنزرتي جرى الكونفوكاسيون نتاع بن حميد انت ما الفريق اسمه الترجي التونسي هذا واقع معناتها الناس كلنا نعرفوه ما دونك انا هنا م... يا انا تجاوزتنا الاحداث وليت نخمم بطريقه عكس العباد ولا ما نعرفش خبر اسكو منطقي انت حسين بن علي اليوم موجود قبل بن حميده في, ال... في البوست هذيك مختار بالمنطق نتاعك يجي اليوم يلعب بن حميده اللي جاء بعدك يلعب هو قبلك انت يكمل مختار ويجاوبك هل... هل, هل, هل هذا عادي معناتها تو نجاوبك انا, تنجوبك أنا. يعني مش كمت... العادي زاد كيقولوا ما تناقشوش اختيارات مدرب تو طيب انا كي تو شنو نحب نسالك سؤال نحب نسالك سؤال مانيش نحكي على يا ولدي انا نقول لك نقاطع الملاعبيه سواء بن حميده سواء يا ولدي سبان هو يحكي على السبان واضح أسب... انا, أنا... يعني... جايك على السبان خليني نكمل لك انا غدو ماتش امبورتون ال... حكي انا سيدي انا سي... سيدي انا سيدي ها هو انا, أنا... انت ختمت بها انا خويا جاب حسام جاب فلان جاب كامروني جاب ليكيب ناسيونال اعطيني تروا بوان غدو وقت اللي فوزي بن تجيب جيب تروا وقت اختياراته تولي باهي وبن حميده باهي وحتى لو كان بن حميده غلط وتمركنا بونت وربحنا اثنين بواحد راه باش يولي اختياراته بهذا وربي نحيون حكايه السبان انا انا رأه بالنسبه لي لا, لا لا نحيونا حكايه تعلم تحمي في الجوار انا ب... انا بالنسبه يتفر. لي انا اربيتر تسبيت ما فماش عليه زاد خويا هذا هذا جمهور ما تنجمش تقول له راه ما تسبش هذا قص تيكي نتاعو راه فما عباد عباد فما دو جام تاع جميع فما عباد تاخذ لوج اللوج ماخذتها من الجامعه في يوم تقف كرابتها قدام الواحد تدخل اللوج, هتدخل اللوج تلقى البيتي فور وتلقى درا شنوا وتقعد وتتفرج وتتراوح ومحمي ليه هذوما نوع من العبيد وفما عباد راه توا شد الكيشيات تقص تحب في الكيب ناسيونال مش كل له انت سامحني بن حميده يغلط لك هو جاي والله اعلم انت خلطت لدارك ورقدت ومازال يلوج في نقل باش يروح معناها حاجة محكايت. حاجة باهية معناها لا لا هو موجود لا لا. موجود هو سبان اما ما تقوليش بربي ما تسبوهوش باش ما يعطيش روحه يا جمهور هو تو عليهم قاعد يتسب الترجي معناها حاجة عادية ونعطيك حاجة أخرى يا أخي يعني ما فماش جمهور ليطوال جمهور الأفريقي جمهور السياسات مش تفرج في ليكيب ناسيونال باش يشجع لك بن حميدة أنت تفرز جاي في جمهور هذه المشكلة في ليكيب ناسيونال وبربي فما نقطة إسلام مشتركه بين كنا نحكيوا فيه وهذا من الحاجات من الاسباب آه اللي خلات السيده زكيه البلطاجي ما تعطيش بقيه الواحد قالت راني آه 650 مليون مشاو باش نكريو بهم الطياره اللي كيب ناسيونال ماشي بيها الجزر القمر قالت هذوما موجودين الفلوس على غالب تلزينا باش ناخذوا منهم 650 مليون باش نزوم باش نكلو بهم الطياره اسك معقول تو هذا مش معقول معقول تبلغها وتبلغها الكريم الخميري تقول له سامحني انا جيت وكذا يفش قام خلي ليكيب ناسيونال تمشي وتجي وكل جامعة تعوض لك وتعطيك المعلومه حاجه نحب طيب. نعرفها يا اخي مش الوزاره هي اللي تخلص الطياره ويقولوا حزب يقولوا لا خمسين في لا الخطوط نتاعنا تعمل عندهم البيب داير نتاعها وكما قال لك الوزاره 50 والجامعه 50 اما اما اليد اللي فيها اليد الخطوط التونسيه قلت تحب باش نعطيك باش نعطيك خلينا نحكيو على المباراه اللي انت سلت عليها واحنا خرجنا منها المباراه نتاع القائمه ال 11 لونترون من الموجودين اللي هما لوجيك لوجيك الكومبيتيتيف انا ديما عندي تحفظ على الصخيري والعيدوني راه في نفس التشكيله في المقابلات انا معاك كي يبداو مع بعضهم انا معاك انت تخرج ما يلعبوش مع بعض اي انا معاك على طول معاك على طول ما نجموش يلعبوا مع بعض الصخيري داير يحب سنتين يحب وحده رغم اللي العيدوني على خاطر ساعات يقلقوا بعضهم في وسط اللعبه من غير ما يفيقوا ذاكر غاب الصخيري ما تغير شيء غاب السخيري في لا زوجنا مش نحكي هو ما نحكي على الفورمي اللي يحكي عليها يحكي عليها مم. قال ما يمشيوش مع بعضهم لعبنا من غير الصغير شفنا منتخب وما يخل... تغير شيء لا عرف العكس ولا اسوء المنتخب ماهوش اسوء شفنا منتخب ما... بخلق فرص اللي, اللي فاتوا شوف آه سليم آه معناتها هذوما الكومبيتيتيف اللي موجودين وشوف وراو سي فوزي ودربني دربني معناتها حق الناس اللي عكس برشا مدربين انت راهي تدخل المحابات في القائمة خلي هاو مدرب بجنبي واللي يحب يجي يكذبني يتفضل راهي فيها محبة قائمة المنتخب لو كان درجة تعمل شنو فوزي معناها اي اي ياخذ بالخاتم ياخذ نجم خذ من اللي توال قدم, من إيه قبل قدم من ليه 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 من واحد من اللي توال اي دخلوا فيه قدم واحد من اللي وشفناه خذا موقف لا 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 من اللي توال واحد برك سي فوزي مش بتاع قبل باش تبدا في بالك سيفوزي فوزي مش تكمل سي فوزي ما عادش شو فما عمره فما ما عادش كل سي فوزي اللي عنده شخصيه عنده شخصيه لا مش لا مش, شخصية لا, شخصيه, لا ولا لا ما عادش عنده شخصيه لا لا, لا, شخصية لا, لا, لا. ما ندخلوش في الشخصيه العاب آه العابد راهو يكبر بالعمر وما عادش كي قبل مش كيما صغير مش كيما كيما تو باش تبدا في بالك م... مش نحكي على الشخصيه تو الكونسنتراسيون تاع سي فوزي كيما عمره 20 سنه كيما تو قداش تقصد قداش من لاعب من ميتوال ما فهمتكش قداش فما واحد من واحد لاعب واحد من ميتوال اش معناها؟ قبل قبل النادي الافريقي وقت اللي حبيت تقول؟ حبيت تقول؟ نجاوب النادي الافريقي كي تعمل ح... بلبزة المسؤولين نتاعهم على خاطر القائمة ل... المنتخب يعيطوا واحد زوج وبعدها في القردة يقول لك ارضاء معناتها ارضاء إيه. فما ارضاء موجود, إيه. موجود 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 في الاشواق يا اخي شو تو نحيوا الميكرو تو نحكيوا يا اخي حكي. تو مصدقين اللي معناتها الكرة اللي قاعدين يلعبوا حتى ال11 هذوك هما اللي ترناو في الانترمون يعني قبل كنت نلعب تير في الهواء في مدرب ما نسميه تي مش يقول لي تير تجيب لقشه من ماكش تلعب واللي عم دو سيونس يلعب ما انت راه مو المحبيه ترى مش على الرودمون الكره راه منتخب ولا نادي راه خلينا نجاوبوا علاش بن حميدة تيتولير إيه شا... جاوبتني قلت لي ما حسام بن علي حسام بن علي ماهوش انا ريال غوش دو ميتي.

كان سحق باش يهبط طيب يهبط خاطر موش للدرجه هذه أيه. نحكي لك من مانيش الفكرة مقتنع منطق منطقي انت قدامك زوج وكلش وين تختار خلينا من استدعاه وما استدعاش والاول والثاني انت قدامك مم. مش انا مش انا باش نختار نحكي كلمة. على التجانس في الاختيارات تاع أيه المدرب ما انا مانيش نحكي انا باش نختار يا سي سلام راهي القائمه راهي فيها المحبات حتى سيدي مش قائمه منتخب النوادي كي تلعب راحت كي يدخلوا لوتي ال 20 جوار اللي عيطوا لهم مال 18 فيها محبت واضح سي شوف نشوف مش عارض موبل براسك ماكش موافق انا نعرف فوزي من المستحيل الكلام اللي نسمع فيه ممكن هو صح مني اما انا اللي نعرفه شخصيا بلا خ... سمعني سي خليه خليه لا شنب... لا لا نخص عليه لا في... باش نخص عليه يا اخي هو اللي عمله سي فوزي معناتها كارثه كي عايت بن علي معناتها طيح له من شخصيته المحبات موجودة انت كنت تدرب ولا اي اه اي وانا نعرف السعوديه ونعرف في الشعله راني وين مشيت لك اي في القائمة أي. كي يجيك آه رئيس فرع ولا رئيس النادي قسما بالله ولدي طردته انا شنو هو؟ ولدي طردته <applause> يزيد سيدي قسما بالله انت في الشعلة طردته شكون؟ يزيد انت رئيس النادي بيدو احكي لي <applause> 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 والله رئيس <applause> نادي كان الجوا نتاعك <applause> رئيس نادي توا آه عبد الله كان رئيس كان الجوا نتاعك ولا جاوبني ها تحب تجاوبني يا باكر يا باكر عايش خويا عايش خويا انت راه نحترم راي هاني قلت لك انا معناتها انت قلت هذا ميسي فوزي خ... راهو ما عندوش شخصيه خلي عاد وصلت فكرتك خليه يجي انا يوم. انا اللي نعرف سي فوزي نعرفه مليح من المستحيل وهذا برشا ناس ما يحبوش فوزي وفوزي راهو ماهوش باش يطول في ليكيب ناسيونال من توا قاعدين يحطوا له معلومه انا جاي انا جاي انا معلومه اي نعم نعم يا اخي فوزي تو كي تخل قبل ما يبدا لونترينمون وقبل ما يولي ما تسبش <applause> إيه اي اش فهمت ما فهمتش كيف تسبوا انت شكون سبوا ما شكون سب عجب لا فيسبوك لا حتى شيء كلهم طبلوه هذا راح موجود مجيز. هذا ولا اي ما الراجل نزلت تسبوا مازال بتعرف تعرفش شنو النتائج باش يعطيهم تو معقوله هكا يخليه يخدم ساعه ونحاسبوه بعديش. جاوبني على فوزي بنزرتي على بن علي انت قلت أنا, انا يا خويا اللي, اللي نعرف. انا نعرف قلت لي نعرفه قد قد يكون تعرف اكثر مني اما اللي نعرف انا فوزي من المستحيل ونا... الحكايات. ونعرف نعرفك مقرب لي شويه فوزي مقرب برشا سيدي اي وقسما بالله فوزي قال بن علي ما نخلي لا شيء ما نحكيش معاه انا في الحكايه دي هذيا ما نحكيش ما فماش محابات في القائمه انا اللي نعرفه وفوزي ما مش فوزي ما مش فوزي اون جينيرال اللي زلو زلو نعرف انا نمن بحاجه انا نمن بحاجه هاني سالتك سؤال وجاوبني مش مدرب يجي للطبيب يقول له اسمه مرتاح 30 يقول له زرق له حاجتي بيه يقول له ما ترنيش 30 يقول له خلطوا لي دي سيونس عليه زعما هذاك هو واحد عامل خمس سيونسيت هو عامل زوج انا باش نسالك سؤال وجاوبني تفضل انا اونترينر هل يعقل انا نجيب جوار مانيش مقتنع به؟ ماهوش مش مقتنع به هذه قائمة المنتخب من وين المحبات؟ استنى على شنو انا نسألك سؤال اخر اللي عيط لهم سي فوزي يلعبوا في الاوروب

بايش تو ايه اه لا لا انا كان تشاورني وقت نحييك كيفاه؟ <applause> <applause> انا كان جيت مسؤول في الشوارع. تعقيب على سيري ذا انا انا جو سيري في حاجه تحس فما غرفه عمليات ولا حاجه كفاية كيف تحاول دائما التشويش صحيح على المنتخب الوطني تحس فما حاجه غير عاديه راهو فحكيت الملاعبيه ترفض الملاعبيه اللي تتصاب تدعي الاصابه ملي شد ملي شد السيد فوزي البنزرتي وكما قال سيري ذا تحس فما سعي كبير الى معناتها عرفتك تلويث الاجواء والا كهربة الاجواء في 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 محيط المنتخب فما اشياء غير عاديه قاعده تحصل خلينا نكمل خلينا نكمل معك احمد البارح خرج معناتها الخبر من الاتحاد الافريقي لكره القدم كان اكد انه المنتخب التونسي معناتها صارت القرعه نتاع التصفيات المنتخب التونسي بعد انسحاب الجزائر باش يكون موجود رسميا في النهائيات نتاع الشان ما غير خوض التصفيات الجامعه التونسيه ما عندها حتى موقف لحد الان ما وضحت ناس المنتخب باش يشارك ولا لا في رايك انت هل من الاجدر للمنتخب يشارك في الشان هذه ولا لا طبعا من الاجدر انا نفكر إسلام اللي الشان اكتشفنا من خلال علي معلول اكتشف اكتشفنا من خلال امين بن عمر علي معلول علي معلول هي في الشان لا, ليه. ليه ممكن خليل شمام تيولار ديسكوتابل في الكيب ناسيونال فاتح الغرب يلعب لا كان كان خليل شمام فاتح الغرب في الشان السودان شان واحد اخر اكتشفنا منها عديد من ورجع فيها على العكيشي في فورما يعني هذه مناسبه باش نعطيه الفرصه للملاعبية على الاقل باش نجموا نكتشفوا فيه نكتشف فيها نكتشفوا فيها الشان هذه ملاعبيه ينجموا ياخذوا المشعل ونعطيه الفرصه اللي تو ما نجموش يلعبوا محمد احمد الشان هذيك هشام السيفي هو لعب ولا وفانت كارير انا نعرف حتى انا بشرته من بعد بالشان هذيك عمل كارير برا تونس ماديا وكرويا صحيح مم. سي هنا لازم يكون حل مثلا انه آه ااا تقول لك مضغوطه فوزي بنزرت سمع في تصريح قال لي انه البطوله تقف حتى لو كان فما ينجموا يكون مثلا نتفقوا مع النوادي انه مثلا ناخذوا كحد اقصى زوز ملاعبيه من, من كل فريق وشوفنا مثلا انديه اوروبا في كاس فريق تفقد ملاعبيتها هل فما حل اخر مثلا نجموا يكونوا نمشيو بملاعبيه اللي قدو هذاك مشكلة يعني أه لا ما نمشيوش 21 ولا منتخب الثاني شنو عم. شنو تشوف لهنا الحل انا نشوف لمصلحه الكره عيب على نادي يرفض الحل هذا اللي هو ناهو اللي هو ترفض ما ترفض ما تعطيش ملاعبي يلزم يشارك في يقول شان. لك مصلحتي انا يعني زاد عندي بطوله انت مصلحتي اللاعب هذاك نخلص فيه لا لا لا. على اخر البطوله مش تقف في الشان لا اي احنا نحكوا على ماذا بينا لا ماذا بينا ما توقفش اي خاطر فوزي قلل البطوله تاعك حتى ما تقفش البطوله وكان وقفت uh كان وقفت, uh وقفت. ما تجمش تكمل خاصه الترجي في جوان عندها كاس عالم الانديه المغرب في الشان في الشان اللي لعبتها في مصر هي الاخرانيه Championnat là, championnat là, championnat là. En plus, c'est le seuil. Chante par exemple, Natimiteh, hein. Oui. Kada dans mon centre, dans l'Espérance. Est-ce qu'il est titulaire Non. Bah, tu direct chez Chane, hein. Et on met toi sur le banc de l'Espérance. Direct de l'Espérance. Les clubs doivent accepter ça pour le bien de l'équipe nationale. يزبك انت تضحي شويه كريب افريكان ضحي شويه لي توال شوية. شويه ما ما انا ما انا كي باش ننجحوا ذاك اللي قدو لعبيت اللي قدو باش تكون حال نكتشفوا ملاعبيه اخرين نشوفوا ملاعبيه اخرين تتصلط عليهم الاضواء فما باش ملاعبيه ممتازين اذا فرت قبل وتعرف به بأ. اقسم بالله في اللي قدو في اللي تروا اللي خاطر ماهمش لا يتعدل تمشي تفرج بوغاز بلغتنا العاميه نتاع كوره ع... داير 1000 واحد طلع ابا ها نعطيك جياسون كلها طلعت ولا ناسيونال وين كانت؟ اللي قدوة. وين كان؟ مجربيت من لاعبيه ما جابتش ملاعبيه صحيح كانت في الترواح وهاي تو من غير تروجي قاعده تلعب وتعطي في المردود نزيدك حاجه اخرى انا حضرت على مباراه عمنا يلعبونا جندوبه ومقري اقسم بالله عندها جمعيه جندوبه اخر وقت تفرجت فيها مع عمر هنا يعني. اخر صفت. وقت ايش قولك في ليكيب هذيك اي ممتاز معناتها راهو فكره عندها يلعبوا في الوسط ممتاز الفكره تاع شان تنجم تعملها كيما قال كادا كيما تاع سي اس اس تهزهم الاو 21 نشوفوا الجفاري نشوفوا قديده اسمعني اسمعني العمري ولا في بنزرت ما عادش باش لا ولا الحمري الحمري اه الحمري اوكي تو توما تحكيو راهو تنظير هذا كل تنظير راهو ومن بعد باش يمشي بكادا ويمشي نتاع جندوبه ويمشي نتاع مقرين ومن بعد تو قاعدين اش خسرنا مع فلان واش بيك ما لازمش ما ف... ف... <applause> كلمه الجزائر اللي لعبت الشان اللي فاتت خسرت بسكور مع المغرب ومشيت معناتها بالفريق الاول نتاعها عادي صار <applause> <applause> احنا نكتشفوا علاش لاعبيه جدد يعطيك الصحه شكرا ليك مختار على حضوركم معنا ايضا احمد الصالح بارك الله فيك شكرا سيدي ذابوراوي يعطيك الصحه وايضا ذاكر الودي مرسي على على الاستضافه من الاول ذاكر كل ما تعيط لي باش <applause> شكرا للولاد كل فريجية اجمل تحيات اسلام المدب